حاجه من الحاجات اللي احنا تايهين عنها طول الوقت، بنبقى منشغلين ازاي يبقى عندنا اهداف وازاي نحققها. بس في حاجه من الحاجات المهمه جدا، والحاجه اللي احنا لو ركزنا فيها وادينا لها وقت اكتر من كده هتخلينا نعرف نحقق كل الاهداف اللي احنا بنسعى وراها في حياتنا. الحاجه دي هي الفيجن. يعني ايه اصلا فيجن؟ الفيجن هي الحاجه اللي انت عايش عشانها، الحاجه اللي هتفضل تحركك عشان تحقق كل الاهداف اللي انت عايز تحققها في حياتك، الحاجه اللي مش لازم تشوفها بتتحقق وانت عايش. كتير قوي من الناس بيفتكر ان الفيجن والميشن دي حاجتين موجودين بس عند الشركات او بنشوفهم على اي ويب سايت بتاع اي شركه، لكن في الحقيقه انه احنا كمان كبني ادمين كل واحد لازم يكون عنده فيجن في الحياه. طول الوقت بنهتم بايه الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها، ايه الاهداف بتاعتنا، ازاي نحققها. لكن الفيجن بتجاوب على سؤال تاني اهم بكتير قوي، وهو ليه انا بعمل كل حاجه انا بعملها في حياتي. ايه اللي انا عايزه من دراستي؟ عايز اتجوز ليه؟ عايز ايه من اسرتي؟ ليه بعمل بيزنس؟ ايه اللي انا عايزه من حياتي؟ دي الفيجن. طب ما احنا عايشين زي الفل اهو، ليه يكون عندي رؤيه؟ الرؤيه ببساطه بتخلي الاهداف اللي احنا عايزين نحققها في حياتنا اوضح وابسط وليها قيمه. من غير رؤيه احنا مش عايشين. من غير رؤيه هيجي عليك وقت كتير قوي وتقف. وعشان كده في ناس كتير قوي حتى بعد ما بتوصل للاهداف بتاعتها اللي هي فضلت تسعى عشانها في حياتها بتحبط. بنسمع كتير قوي عن نسب انتحار في بلاد عندها نسبة الرفاهية عالية، بمعنى اصح عندهم كل الحاجات اللي احنا ممكن طول الوقت نكون بنسعى وراها كأهداف في حياتنا، وده بيحصل عشان مفيش رؤية. حتى لو الرؤية دي بسيطة جدا، زي ان انا اكون عايز ربنا يرضى عني. الفيجن هي الحاجة اللي هتفضل تحركك وتخليك تكمل حتى لو ولا هدف منهم اتحقق. وده ياخدنا لحاجة مهمة قوي، ايه الفرق ما بين الفيجن والجول؟ الهدف بينتهي بمجرد تحقيقه. نفسي اجيب عربية، يكون عندي شركة، اتجوز، يكون معايا مبلغ معين من الفلوس، كل دي اهداف. لكن الرؤية هي الحاجة الاكبر. الرؤية هي الحاجة اللي انت عايش عشانها، وبتحقيقك اهدافك انت بتحقق جزء منها او بتقرب منها اكتر، ومش شرط انها تتحقق وانت عايش. محمد علي كلاي الملاكم المعروف الله يرحمه قال حاجة عجبتني جدا، الملاكمة ما كانتش هي كل حاجة في حياته، مع ان ده اللي كان ظاهر منه للناس. الملاكمة كانت هي الحاجة اللي هو بيعملها عشان توصل الرسالة بتاعته، اللي هي كان تعبيره عن الحرية والعدالة وان هو يحفز الناس تحقق الاهداف بتاعتها وهكذا. دي كانت الرسالة او الرؤية بتاعته في الحياة، ودي كانت الحاجات اللي منها البوكسنج او الملاكمة اللي كان بيعملها عشان يحقق بيها الحاجة بتاعته. تعريف الرؤية من وجهة نظري المتواضعة هي الحاجة اللي هيكون ليها اثر حقيقي بعد ما نكون مش موجودين، ويكون ليها عائد في الحياة الحقيقية ان شاء الله. اخر حاجة هقولها النهاردة، هل الرؤية بقى لوحدها كفاية؟ في واحد اسمه توماس اديسون قال جملة عجبتني جدا هتختصر الجزء ده، وهي ان الرؤية من غير خطة وتعب واهداف مجرد هلاوس. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هتكلم عن شوية حاجات بسيطة كده ممكن تساعدنا ان احنا نحط فيجن. مستني الكومنتات وارائكم ان شاء الله عن الفيديو. السلام عليكم.